أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. قام الجائر وتلفق لهم التهم الباطلة ولا يعوز الظالم أن يحيك المبررات لظلمه وجوره وعدوانه وبغيه. أما الآن بكافة أشكاله لهذا النظام المجرم الذي يقتل في كل مكان. اليوم أطفال اليمن يقتلون بالأسلحة الأمريكية والأسلحة البريطانية بدعم هذه الدول. يقتل أطفال اليمن ويقتل أبناء الجزيرة العربية وتنتهك الحرمات. بالأمس كانت تفجيرات في سريلانكا، والذين كانوا خلفها هم من نفس هذا الفكر الوهابي الداعشي. يجب على الأمم المتحضرة، على الدول المتقدمة، على الشعوب الحرة أن تعمل من أجل لجم هذا النظام المستبد الجائر عن مثل هذه الجرائم، لأنه كما سمعتم في الأخبار خلال هذا العام فقط تم قتل 100 شخص في الجزيرة العربية بحكم الإعدام، القصاص الجائر كما يسمونه. أولئك الذين يتخرصون بأنهم سوف يطفئون نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واقعا هؤلاء الأضاحي الذين استشهدوا في بلاد الجزيرة العربية ما هم إلا كوكبة جديدة أيضا ستواصل هذه دماءهم، ستواصل الطريق لكل الأحرار والمجاهدين سواء في الجزيرة أو في أي بقعة من العالم. واجبنا الشرعي ومسؤوليتنا الإنسانية تحتم علينا أن نقف مع كل إنسان مظلوم في هذا العالم، فكيف إذا كان من أبناء أمتنا العربية والإسلامية؟ إننا في هذه الوقفة الاحتجاجية نريد أن نعلن موقفا واضحا وصريحا بأننا ضد كل ما يقوم به هذا النظام السعودي الدكتاتوري الإجرامي